لأول مرة في لبنان أطلقت شركة صقر العقارية حملة تسويقية بشعار كسرنا أسعار الشقق والأراضي، التي استمرت فعالياتها على مدار 4 أيام من التخفيضات المدوية على عدد من مشاريعها العقارية الجديدة في منطقة حالات عين سعادي، أدمة، نهر إبراهيم، فأرة وبترون. وقد لاقت هذه الحملة نجاحاً بارزاً لدى المواطنين الذين تهافتوا إلى الشركة لحجز وحداتهم والاستفادة من هذه الأسعار التشجيعية في ظل الظروف المعيشية والعقارية الصعبة. وفي هذه المناسبة وضمن حفل إطلاق هذه الحملة الذي ضم حشداً واسعاً من عملاء الشركة، رجال الأعمال والأعلام، استهل رئيس مجلس إدارة صقر العقارية صقر الحفل بكلمة ترحيبية أكد فيها أن هذه المبادرة ما هي إلا خطوة جديدة في سلسلة التسهيلات المالية التي تواصل الشركة في تأمينها من أجل توفير أفضل الحلول العقارية للمواطنين، وذلك إيماناً منها بأهمية تملك كل مواطن لبناني عقاراً في وطنه الأم لبنان.